بجد التحية لحضراتكم، واسمحوا لي باسمكم ان انا ارحب جدا بدكتورة هدى وصفي. اهلا يا دكتورة، منورانا. وانا عايز اعتذر عن حكاية ان احنا بس انتي استاذة، يعني احنا انا قلت استاذتنا، مش قصدي ان انا يعني مش بالسن، هي بالقيمة والقدر الكبير اللي بتتمتع بي. وهبدأ كده مباشرة، هدخل في الموضوع مباشرة. هو تأسيس المسرح القومي، اتكلمت عنه كمبنى، عن أول فرق يعني منظمة كانت، يعني اللي هي زملاء في الإعداد عندي في إعداد المادة التاريخية، قالوا إن يعني النواة كانت شركة ترقية التمثيل العربي، ده سنة 20، وكان في مجلس إدارتها عبد الخالق باشا ثروت ومذكور باشا وطلعت حرب وعبد الله وزكي عكاشة، وهم استأجروا اللي هو كان مكان المسرح، المبنى الحالي المسرح القومي اللي هو تياترو الأزبكية، كانوا بيعرضوا عليه. وبعد كده في الفرقة القومية للمسرح دي تأسست سنة 35 بقرار من وزير المعارف أحمد نجيب الهلالي باشا وقتها، وأسندت رئاستها للشاعر خليل مطران عموما. وبعد كده طولت لغاية 58 لما صدر قرار بانه المسرح القومي هو مسرح الدوله، وفي فرقه هي فرقه المسرح القومي. زي ما انا قلت برضو في المقدمه، مش عارف اذا كنت حضرتك يعني اخذت فرصه تسمعيها ولا لا، انه المسرح كان موجود في مصر من نهايه القرن، يعني من الربع الاخير من القرن ال 19 كان موجود مسرح في مصر، لكن حصل انتقاله نوعيه بانه يبقى في فرقه ومسرح للدولة اللي هو المسرح القومي، قبل ما يبقى بعد كده مسارح متعددة مملوكة للدولة. وكانت الحالة انطباعي ما اعرفش حضرتك اللي تقولينا، انه كانت الـ يعني الشغل المسرحي اما الفواجع المأساوية والميلودرامية، الميلودراما اللي كانت بتعمل، او الـ واغلبها نصوص او نسبة كبيرة منها نصوص مش مصرية، مش لكن كتاب. كان في بعض بعض المؤلفات طبعا، كان في بعض لكن اقصد النقلة يعني لما الدولة تصدرت لما الدولة تصدرت وعدى بقى القامات الكبيرة وتعرضت العروض الكبيرة. يعني مثلا عايز اسأل حضرتك، هل التوفيق الحكيم في مسرحيات اتعرضت له قبل طبعا على المسرح؟ على المسرح، لا مش على المسرح القومي، كان التوفيق الحكيم موجود قبل المسرح، على المسرح المصري قبل طبعا المسرح القومي. وكان في برضو بعض الاسماء زي ابراهيم رمزي وغيره كانوا موجودين برضو على في المسرح، وكانوا بيقدموا مسرحيات برضو سواء مقتبسه او مؤلفه تاليف كامل مصري، مقتبسه اما من لغات اجنبيه بالذات فرنساوي، ويا اما تاليف يعني تاليف. وبرضه التاليف نقدر نقول يعني طبعا انا طبعا كان عزيز عليا جدا توفيق الحكيم، لكن برضه كان يعني كان في برضه عمليه الاقتباس، كانت يمكن في يعني يمكن زياده عن 11 مسرحيه توفيق الحكيم مثلا اقتبسها من المسرح الفرنسي ربما دون زي انتيجو يعني هي مجموعه من المسرحيات. وبعدين الحقيقه انعم عليه الرئيس عبد الناصر بوسام النيل قلاده النيل، يعني بطل يبقى فيه نقد لان هو اقتبس او مش، كان في كلام كده خصوصا هو كان دي مسرحيه اللي هي اول واحده يمكن عملها اسمها كارموزين، وكانت بتاعه ميسي الفريد ميسي هي فرنساوي يعني. لكن طبعا يعني ما فيش شك انه كاتب مبدع وانه عنده يعني قدره على ذكاء شديد، وفي نفس الوقت ملهم كده في طريقه كتابته، يعني هو من كتاب المسرح وكان بيصير قضايا ذات عمق كده فلسفي يعني طبعًا. في وكان حتى لما حتى لو طرحنا حكايه التقليد دي او الاقتباس، يعني مثلا ما قدرش يقول العبث لكن قال مثلا لا معقول لما عمل يطالع الشجره لما مثلا عمل يطالع قال لك لا معقول، ما قالش عبث. هو كان متاثر بوقتها بالموجه اللي كانت موجوده طبعًا في اوروبا من نهايه الاربعينات وبدايه الخمسينات اللي هي موجه مسرح العبث كده. وهي دي الغريبه برضو عندنا على فكره ان احنا عشان متاثرين احيانا التاثير الغربي ده احيانا بيبقى غريب شويه، لانه مثلا تبص تلاقي احنا مثلا مخرجينا مثلا زي سعد أردش يعني وغيرهم يعني اللي سافروا بره وكده، التيار في اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه كان للعبث، كان يونسكو وكده بعد التدمير اللي عملوه في نفسهم ده. فاحنا برضو اقتبسنا في التوقيت اللي احنا بنبني فيه الدوله
اقتبسنا مثلا مسرح العبث، فكان بد مثلا نقتبس مثلا مسرح مثلا الملتزم، مسرح مثلا اللي هو يعني مرتبط بالقضايا، يعني ما ندورش على العبث في الاول يعني. لكن برضه هو كان في تاثير الى يعني تاثير جيد ومش جيد جزء برضه من العالم ومن تفاعلنا مع العالم، ودي كانت موجه قويه جدا موجه مسرح العبث في من نهايه الاربعينات لغايه حتى يعني. بس كان في تيار مثلا بتاع سارتر بتاع اللي هو مثلا زي الذباب والحاجات دي اللي كانت مثلا تعتبر يعني بتنتقد مثلا احتلال المانيا لفرنسا، وكانت فيها شكل من اشكال النقد الشديد للاحتلال. احنا يعني في كده وفي كده خمسينات وستينات طلع جيل يعني ممكن اقول عليه فخم جدا من طبعًا المؤلفين المسرحيين. وكان في التزام وكان في قواعد عشان اتفرج على فكره قدم مسرحيه سقوط الفرعون سنه ده ايه ده مين؟ سقوط فرعون اول مسرحيه تقدمت في المسرح القومي لألفريد فرج سنه اظن 1900 يمكن 57 حاجه لا مش 57 قبل كده قبل كده الطريق طبعا قبل كده اول مسرحيه كانت كان عنده 28 سنه ألفريد فرج. هو كان عمره 28 سنة لما قدم مسرحية. عنده 28 سنة بيعرض على المسرح القومي دلوقتي. بالظبط. ده من ضمن يعني نقدر نقول الحرب اللي دخلتها، لأني أنا حاولت أقدم مثلا شباب صغيرين في المسرح القومي. فاضطريت يعني أرجع بقى للتاريخ وأقول لا، ده كرم مطاوع كان مدير المسرح، كان مدير مسرح وهو عنده 30 سنه. توفيق توفيق الحكيم كان عنده 28 سنه وقدم اول مسرحيه في المسرح القومي اللي هي سقوط فرعون. سقوط فرعون لتوفيق الحكيم. عندك كمان الحاجه اللي مش يعني مستغربه، يعني مثلا كان في مثلا في المسرح القومي ممكن تقدم ثلاث مسرحيات من فصل واحد في سهره، دي حاجة تعتبر حاجة يعني زي حديثة جدا. لكن كان في الستينات كان مثلا في مثلا سهرة مكونة من ثلاث مسرحيات صغيرة. إذا مواكبة المسرح القومي للتيارات العالمية والتطورات في الفن المسرح كانت واضح إنها كانت قوية. طبعًا يعني لما نشوف الفرافير، نص مسرحية الفرافير بتاع يوسف ادريس العظيم الكبير يوسف ادريس ويتعرض على ترجمتها على فكره. ترجمت الفرافير بالفرنساوي، وترجمت كمان كان ليه ثلاث مسرحيات اسمهم نحو مسرح مصري ثلاث مقالات برضو كنت ترجمتهم بالفرنساوي وهو كان يعني بيحاول يعني زي ما تقول يقول انه مساله المسرح دي حاجه زي فطريه في الانسان. وطلع كلمه التياتراليزاسيون او التمسرح ده برضو نسبة ليوسف إدريس، لأنه هو كان مقتنع بأنه مسألة وهي دي على فكرة ترجع لإيه؟ ترجع برضو للي قال أرسطو. يعني إيه المحاكاة عند أرسطو؟ هو محاكاة أفعال الناس. فهي الفكرة نفسها يعني موجودة أوريدي، لأنه إحنا بنقلد غيرنا. ما يعني ما يعني انت يعني انتاج الانسان متواصل طول الوقت يعني في تقليد وعابر للحدود. لا وفي تقليد يعني قصدي اقول مسرح مبني على المحاكاه يعني دي النقطه طبعا ما هي دي فكره يوسف. انا لا مش يوسف، هي اساسا من ايام ارسطو والفكره انه التمسرح اللي هو الغاء الفرق الوهمي ده بين الخشبه وبين خشبه المسرح بين الجمهور. لا يمكن حضرتك تقصد، لا هي انا اقصد التمسرح يعني الانسان يعني يريد ان يقلد غيره ويلبس ثوب التقليد التقليد مسرحيه تقليد حاجه تقليد موقف تقليد حاجه. الالغاء ده جه عند بريخت بقى وده اللي عمله بقى بريخت الغاء المسافه ما بين المسرح والجمهور بين الخشبه وبين الجمهور. طب هنشوف جزء من صور من الفرافير. عبد السلام محمد الله يرحمه. عبد السلام محمد الممثل العبقري العظيم اللي هو كان واحد من أعمدة فرقة المسرح القومي مع توفيق الدقن ومع حمدي غيث وعبد الله غيث. هنشوف الجزء ده. يا جدعان ومفيش حد عنده دم، مفيش احساس، ايدي حاسس عليها حبل الستاره لما هيقطعها ومرات سيبها بتولد. بقالي ساعات واقف مستني حد منكم يحس، حد يتحرك، حد يعمل حاجه تنهوا بيها روايتكم المهببه دي. واجي الحق الوالده مفيش حاجه بتحصل. ما تخلصونا بقى يا جماعه،
انا كان زماني روحت من بدري على الاقل شفت مراتي جابت ايه. يا فرفور يا جوجو، والله لا عد من 1 لـ10، واذا ما سمعناكوش اتحركتوا وخلصتونا لا جايين احنا ومخلصين عليك. عايزين حل، عايزين حل. بعدين يا عم نعمل ايه؟ انهوها باي طريقه. زي ايه؟ اذا ما لقيتوش حل انتحروا. يجي 50 لواء وانا بقفل الستاره على البطل وهو بينتحر، انتحروا انتوا كمان. هتكونوا احسن من مين؟ عطيل ولا ديدمونه ولا يوسف وهبه؟ راجل عظيم يا ولد، فكره مش بطاله، دي فكره جهنميه. ده مقطع من ويبدو ان هو كمان يبدو بيتريق على نوع في النص. يوسف ادريس بيتريق على بعض النصوص المسرحيه اللي بتنتهي بالانتحار في المسرح، في المسرح التقليدي بقى زي دايدامونا لشكسبير. فكره انه المسرح القومي يعني هو اسماعيل لما فكر فيه كان في دماغه الكوميدي فرانسيز، نعمل حاجه في مصر زي مسرح الكوميدي فرانسيز في باريس اللي هو مسرح الدوله، المسرح الاعرف. هو فكر فيها اكتر للاوبرا عمل الاوبرا. والاوبرا ما اعرفش، لكن يعني الاوبرا غير لا غير، لان هو المنطقه كلها كان فيها الاوبرا، كان فيها الاوبرا ومسرح في حته ابسط شويه اللي هي المسرح القومي. والاوبرا كانت في حته تانية يعني في نفس المكان، في نفس المنطقه. بس المسرح القومي يديله مكان يعني قاصدين بيه ان هم يخلوه برضو لحاجه محليه اكتر. وبرضو الاوبرا الى حد كبير طبعا كانت يعني قاصره في الاوائل طبعا، على اي حد اجنبي يعني ما كانش الدخول لانك تعمل مسرحيه في الاوبرا دي كانت يعني اظن حصلت فين بعد ما اتفتحت الاوبرا يمكن بسنين، لكن كان اصلا استضافه واستقبال الفرق الاجنبيه اللي كانت بتيجي دايما بشكل مواسم وتقيم مواسم في الاوبرا المصريه. المسرح القومي كان بيشتغل بس ما كانش بيشتغل برضه حاجات كتيره يعني مترجمه اللي هو لما كتيرة. كان لكن كانت فكره انه يعني يظل في مكان للفن اللي هو يعني بيعتبروه ارقى شويه من المسرح اللي هو عارف الاوبرا والاغاني اللي هي السوبرانو والمش عارفه ايه والحاجات طبعا اللي هي لا يعني في فيما يخص المسرح كمسرح. المسرح بقى هو أوبرا بقى موضوع تاني. لكن في المسرح هرجع تاني واقول لحضرتك انه يعني ملامح الانتقال نوعية في الفن المسرح في مصر بتأسيس فرق القومية اللي خدت أسامي مختلفة لغاية لما بقت فرقة المسرح القومي. والفرق في العروض يعني مش بس إنها مترجمة أو مقتبسة أو محلية، لكن كمان الفرق في التكنيك وفي الـ يعني أسس المسرح في صورتها الحديثه والمتجدده ومتابعه يعني تطورات مهمه في ونزعات ومدارس ومذاهب مهمه في المسرح. في المسرح المصري قبل المسرح القومي يعني مش عارف هل ده انطباع صحيح ان هو كان اقرب الى يعني التسليه، العروض المسليه سواء مأساوية وفجائعية أو كوميدية لوح كده اللي هو بيسموه كده في الغرب الفوتفيل، مسرح الفوتفيل. هو لما جه خليل مطران يعني جه أول قال أول مدير للمسرح القومي وكده، طبعا اللجوء إلى اللغة العربية والمسرحيات الرصينة والحاجات دي كلها كانت سمة من سمات المسرح القومي. لكن للأسف لما تقرأ التاريخ تبص تلاقي مثلا انه جه كان في مشاكل، كان كل شويه برضو المسرح دايما ليه كبوات، تبص تلاقيه يزدهر شويه وبعدين يتراجع. فاحيانا يجيبوا له مثلا زي ما تقول واحد متخصص من الخارج علشان يشخص الامراض ويقول مثلا نعمل ايه. من ضمن الناس اللي شخصوا مثلا ليه مثلا الجمهور بيعزف احيانا عن المسرحيات وكده، قال لك عشان اللغه العربيه ما هيش يعني، فحاولوا تعملوا لغه درجه بس راقيه. فدي برضو من ضمن يعني تعتبر مثلا توصيه من توصيات مخرج فرنسي
في حين لما تيجي تلاقي مثلا هم نفسهم، انت عارف طبعا الكوميدي الفرنسيز كانت في القرن في 1600 وحاجه، القرن 17 لغايه النهارده حضرتك في الريبرتوار بتاع الكوميدي الفرنسيز بيتقدم في فرنسا في الكوميدي الفرنسيز، وبيتقدم باللغه بالشعر اللي كان، بس بيعملوه تجديد كل 50 سنه بالشعر اللي كان بيتقدم بيه اللي كتب بيه مولير وراسين وكورنيل. ما عملش التوصيه دي لبلده، لا مؤاخذه يعني، انا مش مساله، لانه هو اعتبر يعني ان احنا نصوص مولير وراسين وكورني اللي هم كل دول اتعملوا عندنا كمان ترجمناهم وعملناهم واتعمل عندنا. انا عملت حتى الماجستير بتاعي عن عثمان جلال ومولير، لان عثمان جلال في نهايه السبعين 1873 ترجم خمس روايات لمولير اللي هم اسمهم الخمس روايات من نخب التياترات. فهو قدم مثلا نساء علمات اللي اتقدمت بعد كده كتير جدا على مسرح قومي. كان عملها معالجه برضو بالعاميه الله يرحمه الدكتور هاني مطوع. وبعدين كان في كمان كان في البخيل، يعني كان في تطوير كمان حتى من حيث اللغه عشان ما تبقاش اللغه يعني وليه الشيخ مكلوف الشيخ مكلوف اللي هي ترتيوف دي اللي هي طبعا وكان جراءه لانه هو البطل في النص الفرنساوي رجل دين مسيحي عملوه رجل دين مسلم وبلا ضمير او بلا اخلاق. فيعني كان في الجراه دي انك انت تقدم رجل دين يلعب على مرات صاحب البيت اللي هو مستضيف وحاجات من هذا القبيل. فدي طبعا برضو عمل عثمان جلال ترجم دي وترجم دي وترجم كمان، هو كمان ما عملش ترجمه قد ما هو عمل يعني زي ما تقول تمصير يعني نوع من التمصير باللغه العاميه الراقيه وفيها سجع. فطبعا يعني كمان عمل نساء علمات وعمل ترتيف وعمل في خمسه هم بس دلوقتي اساميهم مش لكن علي الاحوال احنا بس هستاذن حضرتك في فاصل صغير هنطلعه معلش وهنرجع تاني نكمل، لانه حكايه المقارنه بين مسرحنا القومي والمسارح القوميه في البلدان المتقدمه دي موضوع مهم قوي. ويعني الانطباع ان احنا تراجعنا، وكمان عن وظيفه المسرح، يعني المسرح ليه وظيفه نقديه سواء في النقد الاجتماعي او حتى النقد السياسي. والمفارقه الغريبه جدا ان وقت ما كان ما فيش تعدديه قوي في مصر في الخمسينات والستينات كان في مسرحيات بتعرض فيها النقد، بينما لما الدنيا يعني الهامش اتسع شويه النقد تراجع في مسرح الدوله على الاقل. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. بجدد تحية لحضراتكم مره تانيه وبنواصل الحوار مع دكتوره هدى. دكتوره بمناسبة الكوميدي فرانسيز، يعني مش عايز الناس تقلق ان احنا بنستخدم تعبيرات يعني اسامي اجنبية، بس احنا لازم ناخد بالنا انه عندنا بلد المسرح اللي بنتكلم عليه ده مثلا بقاله قرن ونص، احنا لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا عندنا ذخائر، وزي ما انا قلت في بداية الحلقة في مخازن اسلحة قوتنا الناعمة أشياء هائلة وخطيرة زي المسرح القومي في اللي بيماثل أو كنا بنطمح، والحقيقة كان في فترة كان يبدو كده فترة ازدهاره يعني خمسينات وستينات القرن الماضي، يعني أزعم برضو أنه وفترة وجود يعني حضرتك فعلا من غير مجاملة في المسرح القومي، لكن هي البيئة العامة هي يعني إما رافعة بس عشان الوقت ما ياخدناش احنا في عناوين كتيره جدا عايزين نستفيد بحضرتك فيها، لكن عايز سؤال كده نجاوب عليه بسرعه. المسرح اللي هو مماثل المسرح القومي اللي هو الكوميدي فرانسيز في فرنسا يقال عنه ما بيعرضش بس للثلاثه الكبار مولير وراسين وكورني،
لكن بيعرض بس هو يقال ان هو مسرح موليير ومعهم معاه الاثنين لكن هو بيعرض لل لا وبيعرض لحاجات فيكتور حديثه هوجو حاجات حديثه وعرض يوسف شاهين ووقت ما كانت الموجه بتاعت مسرح العبس كان كل مسرح العبس تقريبا عروض مسرح العبس من سواء الفرنساويين او غيرهم هو طبعا اغلبهم كانوا قاعدين في فرنسا حتى اللي مش فرنساويين بتوع مسرح العبس لكن لو عايزين نسمي مسرحنا نخليه يرتبط باسمين ثلاثه من مبدعينا الكبار في المسرح يبقى مين من وجهه نظرك؟ احنا حسب المرحله التاريخيه لو اخذت مثلا ما قبل الثوره هيرتبط مثلا باسم توفيق الحكيم اكتر من اي حد تاني في اثناء بقى الستينات وكده ممكن يوسف ادريس سعد وهبه ألفريد فرج انا طبعا مش حاضرني بعد لا وطبعا في مخرجين عظام يعني كان في مثلا سعد قردش سمير العصفوري كرم مطاوع يعني كبار بس انا خايفه انسى حد كان في كمان عبد الغفار عوده عمل شغل كويس قوي برده وفي الممثلين بقى وفي الممثلين يعني عظام طبعا حدث ولا حرج طبعا توفيق الدقي مع عبد السلام محمد وسامح ايوب وحمد غيث وعبد الله غيث وسميحه ايوب وامينه رزق في المسرح القومي برده طيب وكل المجموعه على فكره كلهم كانوا كبار في ذاتهم يعني في مجموعه كبيره جدا كلهم يعني كلهم يقوموا بمسرحيه وكان في رجاء حسين كان في انا يعني كان في كتير جدا من يعني انا مش عايزه طبعا اذكر اسماء لكن كان في والاستاذه محسنة توفيق وعيد عبد العزيز ويعني قامات وبعديهم بشويه في محمود الحديني وفي يعني في ومحمود ياسين برضو ومحمود ياسين وطبعا وكتير من فنانين السينما عملوا حاجات سابوا بصمه في المسرح زي نور الشريف نور الشريف الله يرحمه كان فنان مسرح جميل وكان في كمان طبعا مين مثلا مسرح تاني اللي هم الممثلين السينما يعني برضه بس نور ابتدى اساسا يعني هو رجل نور مسرح ابتدى في المسرح القومي طبعا يحيى الفخراني كمان ما فيش بس يحيى الفخراني مش عضو اصيل في فرقه لا لا مش زي محمود ياسين ومش زي نور محمود ياسين كمان فترة كان مدير المسرح القومي صحيح طيب ال 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 المسرح القومي في مصر زي ما قلت لحضرتك في الخمسينات والستينات كان الريبرتوار بتاعه برنامجه السنوي برنامج عروضه ضخم جدا يعني من 22 ل 25 مسرحية في السنة الواحدة ده ما بقاش بيحصل ليه؟ لا ده بقى تعرف حضرتك طبعا المناخ ما بقاش نفس المناخ اولا يعني مساله كانت حاجه تعتبر ضربه كبيره للمسرح انك انت تلغي المسرح المدرسي دي عملت تاثير كبير ثانيا انه ما فيش عندنا نظام الاشتراكات للشباب والصغيرين وكده اللي يطلعوا يعني منغمسين في المسرح شايفين المسرح دلوقتي ابتدوا يرجعوا شويه والمدارس شويه بتدخل دلوقتي وابتدى يبقى فيه اهتمام دلوقتي اكتر شويه يعني في عوده دلوقتي لكن كمان في ده وفي كمان برضو ما فيش شك وسائل الوسائل الاعلام طبعا السوشيال ميديا دي طبعا ما بتجيبش كمان يعني انا اذكر ان يعني احنا كنا بندي طبعا لما يكون في حد في الاعلام بيهتم بالمسرح كان بياخد مثلا مسرحيات المسرح القومي وبيعرضها في بمناسبة الاشتراكات زمان كان في اشتراكات في المسرح القومي وانا اشتريت من على سور الأزبكية مجلة المسرح المجلة العظيمة كانت بتطلع وكان بتترجم نصوص مسرحية لسه طالعة في اوروبا وفي امريكا وقتها يعني بتتباع بملاليم يعني مش عايز اقول السعر كام عشان ما نبقاش بنحرض دلوقتي على الغضب الاجتماعي والغضب الثقافي لكن كان في كنت الاقي في المجله دي وانا شاريها من على بس لسه زي ما محدش خد فيها بون بخمس افراد للمسرح القومي بون بتخفيض 50% رغم انه كان سعره وقتها تافه جدا يعني تقريبا 10 صاغ ولا 12 قرش مش عارف العمله دي لسه يمكن ما فيش الاجيال الجديده ما تعرفهاش اصلا حكايه القرش صاغ دي ومع ذلك فيها بون يعني كان في اشتراك وفي البون اللي بيتاخد مع مجله المسرح لخمس افراد يدفعوا بتخفيض 50% كان في محاولات فعلا يعني في الفتره دي
في محاولات اتعملت وكان في فعلا بعض المديرين المسارح عملوا مساله الاشتراكات وده وتخفيضات وكده. بس احنا مشكله دلوقتي كمان كتير قوي من المشاريع اللي بتتعمل اللي لما حد بيتغير لما ما فيش متابعه بيجي ما بتتحولش سياسه مستقره وثابته ما هياش قرار بقى يطلع ولا يبدل يعني بقت معتمدة على شخصية اللي يبقى تولى فترة زي حضرتك زي اللي موجود مهتم تطلع مش طيب. مهتم ما بتطلعش. في بعض العروض انها يعني مشهور بقت مشهورة رغم انها يعني عملها المسرح القومي لكن الناس شافتها وتفاعلت معها جدا زي مثلا عندنا سكة السلامة الشباب ولا عندنا المحروسة ودي فيها نقد يعني اجتماعي وممكن كمان يبقى سياسي ومع ذلك لو كان في مسرحيات كمان بتمنع خالص. انا افتكر ان انا اشتغلت على مسرحيه لسعد وهاب اسمها الاستاذ كانت لازم تتقدم سنه 1980 واتمنعت وحطوا بعد كده لما رجعوا وسمحوا بانها تتعرض حطوا في مدخل المسرح كده زي كارت كبير كده اهوت مكتوب فيه هذه المسرحيه منعت سنه 1980 ثم تم الموافقه على عرضها. فدي كانت برضو اللي عجيب بقى ما دي يعني دي المفارقه. خلينا نتكلم في المفارقه دي بس بعد ما نشوف المحروسه المشهد من مسرحيه المحروسه. السلامه يا دكتور. الله يسلمك. انت جيت امتى؟ والله وصلت النهارده كليه. افتكر عرفت ايه اللي حصل في غيابك؟ الجماعه ادوني شبه فكره يعني عن الموضوع. خلينا خلصنا من الناس دول يا اخي زمانهم دلوقتي في جبل الطور. اي والله الحمد لله اللي جت على كده ساعه البيت. الحمد لله. بس حضرتك وشاطر انا احبسه بيفرج عنه ما احبسه بيفرج عنه. غبي. طبعا غبي وعلي على الريف كمان. اي والله. وساعدتك وما كنتش عارف الاول. عارف ايه يا دكتور؟ عارف انهم كانوا رافضين انهم يبيعوا الارض للخاصه الملكيه؟ اللي عارف يا دكتور امال يعني كنت بحبسهم مزاج ولا ايه؟ وماله ما فيش ناس برضو عندها حبس الناس مزاج ماتش؟ ولك 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 بتقول ايه يا سي زفت انت؟ يا بيه ده ولا حاجه يا بيه وانت عامل زي اصبع الكفته يعني طبعا النقد مش الاجتماعي بس لكن كمان واضح النقد السياسي طبعا. حاضر ودي المسرحيه دي اتعرضت 61 ما كانش فيه تعدديه سياسيه ولا حزبيه ولا حاجه يعني يوصف النظام وقتها نظام زعيم جمال عبد الناصر بانه كان يعني على الصعيد الديمقراطي ما يعني احد التوجه يعني ومع ذلك كان تعرض هذه النصوص وغيرها ده اللي يقيل عليه في وقت من الاوقات انك انت بتعمل تنفيس علشان الحل لما تنفجر مش عارف انا مش ميال للتفسير ده لانه يعني في المسرح القومي يعني هيبقى تنفيس يعني نتقال على تنفيس لو هو مثلا على التلفزيون انا اذكر وصدقني اذكر سنه في التسعينات كانت مسرحيه لاسامه امام عكاشة اسمها الناس اللي في الثالث عن شعوب العالم الثالث وكده. فاذكر حد كان واحد يعني من حد مهم يعني على البتاع لا من لواء في الجيش كان قال لي يا دكتوره انت عايزه ايه؟ تقويمي ثوره يعني من كتر ما كان في انتقاد لبلاد العالم الثالث النص كان جميل وكان برضو سما كان حظه في القطاع الخاص مش قوي انما اول مسرحيات تعمله في القطاع العام وجابت ناس وقعدت مده طويله على المسرح وكان سعيد هو على العموم الـ 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 المسرح مش ممكن يزدهر الا في مناخ وهو دايما المفروض حكومه ظل هو عمر ما المسرح يعني عمر ما المسرح يبقى تبع الحكومه قوي لانه اساسا طبعا. هو حكومه ظل لا وانه لازم نبقى واخدين بالنا انه مسرح الدوله ده مش مسرح الحكومه ده مسرح الدوله بالزبط. المصريه زي اي مسرح للدوله طيب بس هو بيبقى تابع طبعا طبعا لميزانيات وحاجته بتبقى مثلا من وزاره الماليه من كذا فطبعا برضو الى يعني هو مسرح دوله في النهايه الناشونال سياتر في بريطانيا والمسرح اللي ليهم ميزانيات مستقله خالص بس من الدوله من الدوله فيها حاجه من الدوله يعني من الدوله ومن بعض التبرعات من بيقبلوا تبرعات يعني هنا ما يعني في مصر ما فيش ما يمنع من الناحيه القانونيه ان حد عايز يتبرع للمسرح القومي طب انا عايز يعني في ما تبقى من الوقت
أسأل حضرتك، هل أفاد المسرح المحترم مسرح الدولة عموما أنه بقى في أنواع مختلفة من المسرح، على الأقل مسميات مختلفة، مسرح الطليعة ومسرح السلام ومسرح الكوميدي ومسرح الحديث، المسميات الكتيرة دي في مسارح كلها بتاعة الدولة، كان أفضل يبقى المسارح دي كلها تبع المسرح القومي ويبقى فرق مختلفة، ولا في أساس علمي للفروق دي؟ لا، هو كان الفكرة في حكاية انك انت تعمل مثلا مسرح الكوميدي، مسرح مثلا الطليعة، المسارح دي يعني مثلا طليعة مثلا كانت الفكرة انك تعمل تجارب نقدر نقول يعني تجارب مسرحية، يعني مسرحية مثلا لحاجات ممكن تكون، بس مسرح قومي نفسه عرض حاجات بالظبط، لكن هي كانت فكرة التقسيم ده انه يبقى فيه نوع من انواع الشخصية لكل مسرح. يعني مسرح كوميدي يقدم مسرحيات كوميدية بس، مسرح مثلا طليعة يقدم مسرحيات طليعية او فيها محاولة للتجديد او محاولة لابتكار حاجة. يعني ألفريد فرج هو ليه مقال مهم قوي وانا قريته بمناسبة وانا بعد للبرنامج للحلقة دي، هو عنوانه كده زيارة للكوميدي فرانسيز، لمسرح الكوميدي فرانسيز، هو بيقول انه بيقترح في الاخر ان احنا المسرح القومي عندنا يجمع مجموعة من المسارح بتاع الدولة اللي يعني تقسيماتها دي يمكن ملهاش قيمة كبيرة، عشان ما استمرتش على شخصية واحدة، ما قدروش يحافظوا على شخصيتها، ان الطليعة تقدم مسرحيات طليعية وتجارب جديدة وطلبات كتيرة في الجرايد وكده، ليه ما يبقاش مسرح بتاع، بما انه كان سمير عاشوري حتى تبنى فكرة انه ده المسرح القومي هنا وجنبه الطليعة وجنبه وليه ما يبقاش ده هنا مثلا الحاجات اللي هي بتاع فيها تجارب، وهنا اللي مثلا الحاجات اللي لكن كلها بصرة. لكن كلها كان فكرة انه يجمع ده في حاجة واحدة، كانت موجودة الفكرة. وكمان ألفريد الله يرحمه كان بيتكلم على انه المسرح القومي كان زمان بيقدم عروض في الاقاليم زي الكوميدي فرانسيز ما بيقدم في الاقاليم، دلوقتي ما بقاش بيحصل دلوقتي انه يقدم عروض في الاقاليم، ما تبقاش الموضوع كله المركزية الشديدة في القاهرة. يعني اقصى حاجة عملناها مثلا احنا رحنا اسكندرية لكن لا، الاقاليم مش واخد حقها طبعا. بس كمان كان المفروض انه يبقى في حياه اكثر حيويه في ثقافه جماهيريه، انه مسارح الثقافه الجماهيريه طلعت يمكن اغلب المخرجين المشهورين، ده صحيح. يعني عملت برضو يعني قدمت خدمه للمسرح الثقافه الجماهيريه بالمسارح في الحته اللي كان بيتعمل فيها. يعني ما تتصورش حضرتك يعني احيانا كتير جدا يبقى في مسرحيه باللغه العربيه ومسرحيه بالادب الرفيع وبكذا وكذا وموجوده في مسرح من مسارح الثقافه الجماهيريه. الثقافه الجماهيريه كان فيه اختيار جيد للعروض في مرحله من المراحل، جيد جدا للعروض اللي كانت بتقدم فيها. دكتوره الوقت عدى للاسف تراجع طبعا شويه، لكن اتمنى دلوقتي مع كمان احساس الدوله بانه لازم استغلال السلطه الناعمه دي او القوه الناعمه قوتنا الناعمه انه يبقى فيه فعلا اهتمام حقيقي بالمسرح القومي يعني والمسرح عموما وكل فنوننا كل طبعا. دكتوره انا بشكرك جدا جدا، وانا شخصيا استمتعت بهذا اللقاء، واعتقد ان جمهورنا ايضا مشاهدينا استمتعوا. بشكركم شكرا جزيلا، وهنتقابل بكره، لكن قبل ما اودعكم على وعد باللقاء غدا ان شاء الله، بذكركم بموقعنا على الفيسبوك الوقائع، تستطيعون مشاهده هذه الحلقه وغيرها من الحلقات على موقعنا على الفيسبوك، واشوفكم بخير بكره، مساء الخير.